السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، رسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبيب قلبي محتاج قراءة خاصة هتلاقوا لينك الادمين ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف، واللي عايز يتابعني على الفيسبوك حبيب قلبي نفس اللينك في صندوق الوصف. رسالة كمان هقولها لكم النهاردة، الرسالة فيها إرشادات كونية هامة جدا، إرشادات من قوة عليا، إرشادات عايزك توصل لهدف وتبطل صراع، لأن انتوا في مرحلة المراية. عارفين يعني ايه المراية؟ بتشوفوا عيوبكم، بتشوفوا أخطائكم، بتشوفوا عيوب غيركم، بتشوفوا أخطائهم، وكأنك بينعكس لك صورة معينة للي حواليك او للي انت عايش معاهم، ويمكن بتنعكس لك صورة لك انت، انك تشوف اخطائك وتشوف مشاكلك اذا كانت نفسية او اذا كانت روحية، او اذا كنت انت فاكر نفسك مثلا ماشي في الطريق الصحيح، وانت بينعكس لك ان ده مش طريق صحيح، ده ممكن يكون طريق خاطئ، ويمكن العكس تكون ماشي في طريق خاطئ وبينعكس لك يعني الحاجة دي بتقول لك لا انت في الطريق الصحيح. فانتوا في مرحلة المراية، المعنى ان انتوا هتعرفوا اذا كنتوا ماشيين صح او ماشيين خطأ من غير رسالتي، لان انتوا في مرحلة صحوة حبيبي. الصحوة الروحية اللي معاكوا دي هي الكبرى، المعنى هنا ان بيجي بعد الصحوة دي التجلي لهدف او لحلم او لأمنية او لقرار عايز تاخده. فاهمين ازاي؟ انتوا في مرحلة الصحوة النهائية، الحاجات اللي كانت متعلقة في حياتكم اذا كانت قرارات هتاخدوها، اذا كانت وحدة هتخرجوا منها، اذا كانت خطوة هتقوموا بيها، اذا كان انفصال هيحصل، اذا كان زواج برضو هيحصل. عارفين ازاي؟ انتوا في مرحلة القرارات النهائية، في مرحلة الصحوة الكبرى. هتشوفوا نفسكم، يا ترى نكمل، يا ترى نبدأ، يا ترى نتراجع. عارفين ازاي؟ فانتوا هتشوفوا ايه اللي ممكن يحصل معاكم، لان انتوا في مرحلة المراية. في حد فيكم هنا بياخد قرار بالزواج بعد كان يعني بعد ما كان بيقول مش هتزوج، في تشافي ثم حكم الهي بالصحوة الكبرى ثم القرار ثم الزواج ثم البيت السعيد. يمكن انت بتمر بخلافات او معارك او يعني سموها اي شيء تتخيلوه، في خناقة هنا بتحصل، في الخلافات اللي بتحصل دي هنا او المعارك اللي حواليك دي كلها انت بتتصدى ليها، يعني انت ما بقتش زي الاول، بتقدر انك تتصدى للاشخاص اللي حواليك، بتقدر انك تاخد حقك، كأن لو في مشكلة دلوقتي ما بقتش تبكي زي زمان، بقيت تقدر تاخد حقك منهم. وفي منكم هنا محبط وبيدمع، يعني في دموع نازلة، ليه؟ حاسس ان حد تخلى عنه او انت تخليت عن شخصه، دلوقتي بتبكي وندمان عليه. فاطلع من المرحلة اللي فيها احباط، اطلع من المرحلة اللي فيها دموع، اطلع من الشعور بالذنب، اطلع من الحالة دي، واعرف ان اللي ربنا كتبه هيكون. انتوا داخلين حبايبي في الصحوة دي علشان اصلا تنهوا اشياء واشياء جديدة تبدأ معاكم، داخلين في الصحوة دي علشان يتحسن حاجة معينة عندكم هنا، داخلين في الصحوة دي علشان تفوقوا ويدخل في حياتكم شيء قدري، يعني كأن في قدر بيتدخل لدخول شيء معين في حياتك وانتصار معين. ممكن انت حاسس انك محبط لانك مش عارف تاخد قرار، او انت بتقول ده سيف يعني ذو حدين، فانا مش عارف اعمل ايه، بتخاف تعمل شيء او تقطع شيء والشيء ده يقطع بيك انت، بتخاف انك تاخد قرار والقرار ده يضرك انت. فكأنك هنا تعبان، متضايق، مريض من الفراق. يمكن كمان في منكم طريح الفراش او نايم دلوقتي تعبان، في تعب جسماني، محتاج راحة، محتاج وقت انك تسترخي،
محتاج وقت انك تفوق. في حاجة خسرتوها هنا، في حاجة انتوا حاسين بالخسارة، يمكن مال ويمكن شخص عزيز عليك، كأنك يعني شايف بس الحاجة اللي ضاعت منك. لكن لو انت نظرت الى الوراء لمرة واحدة هتعرف ان ربنا شايل لك شيء افضل بكتير. كأن ربنا يعني رحيم، يعني كل ابتلاء بيدهولنا او كل شيء انت بتمر بيه، هو انت بتمر بيه علشان ربنا يكون رحيم بيك ولطيف بيك، وكل ابتلاء بيكون لطف من الله عليك. فما تحاولش انك تزعل او تحبط او اي حاجة راحت منك تزعل عليها ايا كانت، فقط سامح وتعلم، اتعلم الدرس كويس، ما تتعلقش. ذاتك العليا اقوى بكتير. شوفوا حبايبي، بعد كتير قوي من التأخير والتأني في حياتك بيحصل التجلي بعد تعليم الدرس. يمكن انت لسه شايل حمل وشايل مسؤولية وشايل شيء كبير، يعني اكنك بالظبط شايل حمولة تقيلة على كتفك. ليه ده كله؟ علشان تتعلم، علشان تاخد درس معين، ولكن التجلي في حياتك سيأتي بإذن الله. انت مش هتكون لوحدك، ده الوقت اللازم لأن روحك ترتقي وإنك تشوف النور اللي ربنا بيمشيك عليه، وإنك تبحث عن روحك وإن تعرف كل حاجة متأخرة عليك هي لطف من ربنا ليك، لأن ممكن تكون الحاجة دي أو الشخص ده أو الحاجة اللي انت بتتمناها أيا كانت تكون أذى ليك انت مش عارف. كتير منكم بيخرج من طاقة مشاكل ان شاء الله، يعني في مشاكل صغيرة كده عندكم اعتبروها هي مشاكل وقتية وان هي هتختفي بإذن الله من حياتكم، واقتنعوا وقولوا الحمد لله بالحاجة اللي انتوا معاكم حاليا، الحاجة اللي انتوا بتمروا بيها، والمال والسعادة وكل حاجة تتخيلوها انتوا بتعيشوا بيها، امتنوا لله. لانك لا تعلم الحاجة دي معاك النهاردة يمكن بكرة ما تكونش معاك، يمكن ربنا يبدلك خيرا منها، ويمكن ربنا شايل لك الأفضل، ويمكن ربنا بيجيب لك الحاجة اللي انت فاكرها مش حلوة في حياتك بتكون هي الحاجة الحلوة أو المقدرة في حياتك. يعني انتوا حبايبي من الأشخاص اللي مثلا بتتمنوا حاجة معينة وربنا عمال يحليلك في الحاجة اللي معاك عشان تقول الحمد لله عليها، وانت برضو بتقول لأ انا عاوز الحاجة الفلانية، فكأن ربنا عمال يقولك شوف النعمة اللي في ايدك وقول عليها الحمد لله حاليا، قول حتى حاليا، يعني عند ما انت حمدت وشكرت وامتنيت بتبدأ معاك التجليات، ويمكن الحاجة اللي انت بتتمناها تكون شر ليك وانت ما تعرفش. فيمكن هنا الرسالة عايزة تفهمك، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الرسالة يمكن عايزة تفهمك، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انتوا داخلين على شيء قدري قوي وحاجة انتوا اللي بتطلبوها، بس خلي بالكم اللي انت بتطلبه هو اللي هيتجلى في حياتك، بس ربنا هيخليه يتجلى كما يشاء، كيفما يشاء وقتما يشاء. فما تستعجلش، لان الاستعجال هنا بيجيب لك الاذى. يعني ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ما تستعجلوش حبيبي، انت ما تعرفش الحاجه اللي انت بتطلبها دي ايه بالظبط. لو انت بتدعي بشخص مثلا ما تدعيش بالشخص نفسه، ادعي بالخير لحياتك، لانك ما تضمنش لسه طباع الشخص ده ايه، طبيعته ايه. يمكن ربنا بيحلي لك شخص عندك دلوقتي وبيخليه انسان كويس وبيصلح لك زوج مثلا، علشان تاخد بالك ان انت لسه ما تعرفش طباع الشخص التاني، يمكن يأذيك في شيء، يمكن عنده سحر، يمكن عنده مس، يمكن عنده حاجة ازياء، فالحاجة دي تأذيك في المستقبل، فربنا بيبعده عنك يمكن لفترة ويمكن على طول. يمكن ربنا بيبعد الإنسان ده لفترة مثلا علشان يقدر يتشافى أو يتوازن أو يكون ليك أنت لوحده،
او يمكن مثلا بيبعد الانسان ده علشان هو مش مهيئ نفسيا للزواج، ممكن يتزوجك ويرجع ينفصل عنك، يمكن مبيطقش مثلا سيرة الزواج، فيمكن ربنا هنا بيأخر لك الشيء لحاجة معينة، بيأخر لك الشيء علشانك انت، فكن متيقن للعلامات والإشارات اللي بتجيلك ان التأخير فيه خير، وما تستعجلش الشيء. الحد ده بيتهيأ لك، او الشغل ده بيتهيأ لك، او الحاجة اللي انت بتبحث عنها بتتهيأ لك علشان تتفتح زي ما انت عايز، او تلاقي الفتح القريب او المفتاح القريب للشيء اللي انت بتبحث عنه. ايا كان، انت شخص من بذور النجوم، وانت نجمك هيكون ساطع في السماء، كأن السماء تبشرك بالفرحة والبهجة أينما كنت. ستجد السعادة، ستجد الإرشاد، ستجد الأمل يتحقق. عندكم هنا ضوء، والضوء ده انتوا هتمشوا عليه، وهتحققوا أحلامكم، وهتحققوا الأمال اللي انتوا عايشين عليها. النجاح قادم حبيبي، النجاح قادم، وكل الناس هتشوفه، يعني كأن نجاحك هيكون مرئي، هيكون شيء كبير، هيكون حاجة على مستوى، كأن ربنا بيدبر لك قدر جميل، قدر سعيد، وكل ما بيتأخر كل ما بيكون أحسن ليك. انتوا محتاجين تكونوا في طاقة أطفال، يعني لو عندكم أطفال العبوا معاهم، ابتسامة الطفل نفسها بتدل على البراءة وبتديك الفرحة وبتخفف لك يومك كله. شوفوا حبايبي، انتوا يمكن دلوقتي عندكم اعداء ولكن قليلون، عارفين يعني ايه؟ يعني ربنا بيبعد اعدائك عنك شوية بشوية، لانك داخل على بداية جديدة، وكل ما تفعله هيكون زي اشارة ليك بان الحاجة اللي انت عايزها هتكون ليك، والحاجة اللي انت بتفعلها دلوقتي مراقبة من الله سبحانه وتعالى. فخد بالك، واياك انك تغلط، واياك انك تعمل شيء، كن على الطريق المستقيم تماما، يعني ابقى على استقامتك، لان استقامتك هي اللي هتخليك تبتسم زي الطفل البريء بالظبط. انتوا في حد في حياتكم على فكرة كده؟ يعني لو مش انت فعلا اللي شخص وشك بريء زي الاطفال، انت يا اما انت اللي كده، اما في حياتك حد كده وشه مش باين عليه، سنه ابتسامته بريئة زي الاطفال، شخص بيديك الامل والتفاؤل في الحياة، واضح ان انت هتتغلب على الحزن، يعني السعادة عندك هتتغلب على حزنك، السعادة تنتظرك، أكن كده في حظ أو ثروة أو قدر جميل بيتهيأ لك. أنت مقدر ليك تعيش حياة رائعة، محتاج تحيط نفسك بالزهور، محتاج ده. وأنت على فكرة من الأشخاص اللي هتاخدوا قرارات قاطعة في الفترة دي، الفترة دي هي قرارات حاسمة، قرارات قاطعة. أنت ناوي تبعد عن شيء بيأذيك، ناوي أنك تاخد طريق تاني، ناوي انك تبدأ من جديد، ناوي انك ترمي كل شيء وتبدأ وتقول انا هبدأ من جديد. وعلى فكرة انت هتتغلب على ده سريع، سريعا جدا، يعني انت بتخرج من منطقة كان فيها خطر عليك الى استبدال شيء كبير في حياتك. انتوا داخلين على قدر ومصير حبايبي بيتغير، داخلين على شيء قوي. وعلى فكرة الملايكة هتساعدك في الشيء ده، إذا كنت عايز توصل إلى مكانة أو لمكان أو لشخص، هتساعدك في إنك تعرف الطريق المحدد ليك، الشخص اللي مفروض يكون رفيق روحك وتحسن علاقتكم. اتناغم مع العلاقة اللي انت معاها حاليا، افتح قلبك وما تحاولش إنك تتذمر على شيء دلوقتي، لأن تحسين جاي بعدين، يعني علاقتك دي يا اما هتتحسن يا اما هتنقطع نهائي. فدايما خليكم حبايب قلبي مستبشرين بالقادم، الملائكة هتقوم بفتح قلبك وهتطلق العنان
وهتحل صراعاتك. يعني من الآخر، اشعر بالطاقة الملائكية اللي بتساعدك وحواليك دلوقتي، لأن دي موكلة من الله سبحانه وتعالى بقطع شيء صعب في حياتك وبداية جديدة بإذن الله. كتير منكم داخلين على زواج، وزواج عن حب، وكتير منكم في انتظار ثم زواج. محتاج إنك تكون صافي للأشخاص اللي حواليك من أعماق قلبك، يعني من أعماق قلبك. انت من الاشخاص اللي بيجلبوا الحب في اي مكان، يعني انت شخص كل اللي بيكون معاك بيمسك فيك ومش عايز يسيبك. وده بقى يعني حاجة من عند الله او هبة من عند ربنا. في حد فيكم بيفكر بطريقة جريئة شوية انه يعرض عرض معين على حد، والعرض ده هيكون في بدايتك الجديدة. ويمكن العرض ده لو انت بتعرض عرض شغل او عمل او حاجة زي كده يمكن يتقبل بفضل الله، ويمكن العرض ده يكون عرض زواج وان شاء الله يتم فيه القبول، لان انتوا جايلكم اصلا مساعدة من الملائكة ليكم. فشوفوا انتوا عايزين ايه علشان اللي انتوا عايزينه هيتم. وياريت تتذكر جيدا من انت، لان انت زي من عند الله سبحانه وتعالى مختوم بختم انك محمي من الله سبحانه وتعالى. عندك مواهب روحية، كن شجاع، كن اقوى، استخدم المواهب الروحية اللي ربنا مديها لك ليك وللاخرين. ساعد غيرك زي ما غيرك ساعدك. ابدأ في التخلي عن الشيء عشان يتجلى في حياتك. اعرف انك محمي من عند الله سبحانه وتعالى. كمل في طريقك لأنه هينور وهيبين لك مين اللي يصلح ليك ومين لأ. أنتوا في الطريق الصحيح حبيبي، وأنتوا بترشدوا بإرشاد إلهي. اللي جاي ليكم هو الأفضل بإذن الله. وما تستعجلوش، ما تستعجلوش على أي حاجة بتدعو بيها دلوقتي. سيبوا الأمور تمشي كما أرادها الله، لعلها تأتي كما تمنيت أنت. واعلم انك من الاشخاص اللي بينالوا ما يتمنوا، فتمنى الشيء بقلب ممتن لله سبحانه وتعالى، واعرف ان ربنا بيحبك وهيمشيك على الطريق الصحيح مش الطريق الخاطئ. انا خلصت الرسالة حبيب قلبي، يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.